سرطان البروستاتا. البروستاتا دي اولا يا جماعه في الرجاله بس، ويؤسفني ان بعض المرضى بيجي عندي وبعدين يقول لي ان زوجتي عندها التهاب في البروستاتا، اقول له والله العظيم البروستاتا دي عند الرجاله بس، يقول لي والله عندها التهاب بروستاتا. طبعا مش كل اللي بيقطع بول عنده التهاب بروستاتا، لكن في ناس مقتنعه ان في ستات عندها بروستاتا، لكن والله لغايه دلوقتي المفروض ان البروستاتا عند مين؟ عند الرجال. كون ان بقى في يعني نوع ثالث طلع انا ما شفتوش، لكن على اي حال ده نورمال بروستيت. ونوع البروستاتا بقى، ورم البروستاتا من الاورام اللي لوكالي مالجننت. يعني ايه لوكالي مالجننت؟ يعني ما انتشرش يعني في الحته بتاعته، يقعد 20 30 50 سنه في مكان. النورمال بروستيت ممكن يحصل حاجه اسمها البيناين بروستيت هايبربليزيا، ممكن البروستاتا تتضخم تبع السن. واحد عنده 20 سنه البروستاتا 20 30 جرام، لما يبقى 50 سنه تبقى 50 جرام، لما يعدي 70 سنه البروستاتا كبيره كده 70 جرام. ده نورمال ها بروستاتيك هايبربليز، يعني نمو في الانسجه زياده ولكنه طبيعي. خلاص. طيب افرض بتعمله ايه لما تكبر البروستاتا قوي؟ تضيق البول، تقطع البول، يقول لك انا بحزق عشان البول ينزل. خلاص. بنديله حاجات بسيطه زي لب القرع، 10 حبات لب قرع، ساعات بنسميه تامسولين، مش عارف دوباترون، حاجات جديده نزلت، 10 حبات لب قرع تعدل له مين؟ تعدل له البروستات، او تدي له بقى تامسولين، او تدي له اي حاجه من دي. ده البيناين بروستاتيك هايبربليز. لكن ممكن يبقى بروستاتيك كانسر، ده بيجي الدم بقى. نسيت اقول لكم ان اول علامه من علامات الكانسر دم. يعني عندي كانسر معده، يبقى انا برجع دم. عندي كانسر كولون، يبقى برجع بجيب دم مع البراز او دم اسود. كانسر يعني دم. خلاص. نرجع بعد كده بروستيت كانسر وبروستيت انفلاميشن. انفلاميشن يعني ملتهب، ممكن التهاب الدواء نتيجه املاح زياده، حزق زياده، اللي عنده امساك باستمرار ممكن يبقى عنده التهاب بروستاتا، لكن مش كل اللي عنده التهاب بروستاتا وعنده حزق في البول يبقى عنده كانسر. امتى بقى نقلق بقى من كانسر البروستاتا؟ اذا حصل حاجه اسمها يعني بريشر سيمتومز. يعني ايه بريشر سيمتومز؟ يعني بدا يكبر فضغط على الكولون ما بقاش يتبرز، ضغط على البول ما بقاش يتبول. في هذه الحاله لابد من الايه؟ ها؟ لابد من التدخل. ده البيناين بروستاتيك هايبربليزي. كبرت البروستاتا خالص اهي، ودت انسجه كتير، وضايقته في عمليه التبول، وممكن تضايقه في التبرز، وممكن تعمل كلكيع، لكن كل ده بيناين حميد يعني. زي كلكيع الثدي، ها؟ 80 90% منها بيناين، و10% سرطان، لكن الحمد لله احنا بنقطع ثدي الناس كلها. طيب ده البروستاتيك جلانز، تهم قوي الناس اللي هي شغاله في المجال. نقلب اللي بعده. ها؟ ها؟ ده طبعا شخص سليم، البروستاتا الاستروما بتاعتها كويسه. برضو ده نفس الكلام، البروستاتا ده درجه كام؟ 1 2 3. وفي الاخر السبريد بينتشر ولا لا؟ وهو مكتوب لك دايما كلوزلي باك، مثلا هنا اب تو 1 جلاند، هنا مثلا لوزلي باك، هنا مثلا نو انديفيديوال اور سبريد جلاندز، هنا ديفيوز انفلتريتنج، بيحاول يضرب في الاجزاء اللي حواليه لانه قلنا لوكالي ايه؟ مالجننت. نقلب بقى على سرطان القولون. سرطان القولون طبعا اداه الطبيعي بتاعنا، الطبيعي بتاعنا ان القولون فيه ميوكوزا، الطبقه الداخليه ميوكوزا، الطبقه المخاطيه. خلاص. ده الكولون هيستولوجي، طبقه الميوكوزا الحمراء اهي المبطنه للامعاء، ثم الاوعيه دي الكريبتس دي اللي موجوده اللي بيسموها ايه؟ اللي هي الميوكوزا والسب ميوكوزا. وتحت الساب ميوكوزا عندنا طبقة اسمها الطبقة العضلية الماسكولاريس، والماسكولاريس أو الطبقة العضلية في القولون نوعين، في حاجة اسمها لونجيتيودنال ماسلز أو العضلات الطولية، وحاجة اسمها سيركولار ماسلز. ربنا عامل عضلات كتير ليه؟ علشان الحركة الدودية البريستالتيك موشن، لأن الأمعاء بتنقبض وتنبسط وتنقبض وتنبسط. ساعات زي ما أنا شرحت في القولون والقلب، الحلقة بتاعت القلب والقولون، إن ساعات القولون ينقبض فيقفل، يبقى عمال يضرب 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 ضربات القولون، والناس تقول لك انا قلبي بيضرب في اليمين وهي قلبها في الشمال، والناس لخبطت ما بين ضربات القولون وضربات القلب، لدرجه ان الناس اللي عالجناها من مشاكل القولون ما بقاش ضربات القلب تزيد ولا الاكسترا سيستول ولا الكلام. ولذلك انا قلت قرار، لما يبقى عندي قولون وعندي القلب اعالج مين الاول؟ اعالج القولون. احنا نروح للدكتور راجل كرشه قد كده يعمل قسطره ودعامه، وبعدين قسطره ودعامه، قسطره. والله العظيم بيجي لي ناس بقى لهم 3 سنين قسطره ودعامه، 8 قسطرات والكرش قد كده،
وهو ما بيقدرش ينام، كله يعمل عملية دعام وقسطرة وبيبص ويقطع في القلب. والله العظيم القلب مظلوم، والله العظيم القلب مظلوم. ما دام الإنسان عنده كرش، عالج القولون الأول، نزل الكرش الأول. كلام ده صعب، بس الدكاترة يقول لك القسطرة فيها 50,000 جنيه والدعامة، أعدي له حقن شرجية الصبح وليل ونضف له القولون فالقلب يخف، ولا أعمل له قسطرة ودعامة ب50,000؟ لكن أنا بقول لك أقسم بالله العظيم، الناس اللي عندها قولون وقلب لما عالجنا القولون القلب خف، انما قسطره ودعامه. قسطره ده هو كرش قد كده، حرام عليك يا اخي، حرام عليك، ما تعالج القولون، لا قسطره ودعامه، قسطره ودعامه، 8 قسطرات وبعدين بيبص، قطع له اوعيه رجليه وما فيش فايده، ما كرش قد كده، حرام عليك، ما تنضف له القولون يا اخي. القولون يعالج قبل القلب. تعال نبص كده النورمال هيستولوجي اوف ذا كولون. بص القولون عندنا طبقة اللي هي الكريبس، اللي هي الحاجات اللي بتدي إفرازات، إفرازات الأمعاء دي كتير جدا، لأن الفضلات وهي خارجة مفروض إنها بتبقى فضلات خارجة بصورة ناعمة زي ما نكون مخاط، لأن لو الفضلات اللي خارجة أو البراز صلب هيعمل إيه؟ هيعور، هيجيب دم. لا، ربنا سبحانه وتعالى عملنا كريبس وعملنا ميوكوزا وساب ميوكوزا وكل ده بيفرز مواد مخاطية. ده في القولون، احنا ما بنتكلمش على الامعاء والهضم والامتصاص ها؟ لا. طيب تعال بص كده في الميوكوزا، عندنا كده بلاد فيسل، عندنا ساب ميوكوزا، عندنا ميوكوزا، ايه اللي على اللي بعده؟ شايف ده شكل الامعاء، الامعاء طبعا داخله خارجه داخله خارجه داخله خارجه، مش كده ولا ايه؟ حد شاف فيكم الكرشه بتاعت الحيوانات؟ كرشه هي دي زيها كده. بص بقى عندنا، تعال بقى نورمال ميوكوزا اهي، الميوكوزا اهي اهي، خلايا كولامنر سيلز، بعد كده الابرنت كريبت فوكس اهي، بدات تيجي عندنا كده شويه حاجات في القولون. طبعا بتبقى ليه لسرطان القولون مقدمات. ايه المقدمات؟ ممكن يكون عنده شويه كرونز ديزيز، ممكن يكون عنده شويه كريبس، ممكن يكون عنده شويه التهابات مزمنه، امساك دائم. ولذلك خطر جدا جدا ان واحد يقعد يومين من غير براز، كده بيبقى بريكانس، والا لو كان من كبار السن، كبار السن وانيميا وامساك، انيميا وامساك بنشك على طول بري كانسر، فعلى طول نلحق حقنه شرجيه. الناس بقى اللي لحقناها بقى بالخمس علاجات بتاعت الايه؟ علاج الكانسر. اول حاجه خدناها اللي هي ايه؟ ها؟ الصبار. وفي حاجه تانية، الخمسه ايه؟ الخمسه اعشاب اللي قلنا عليها، الخمسه خضروات، ودي بتعمل ترميم للغشاء المخاطي. وبعدين خدنا ايه؟ خدنا المواد اللي بتعمل يسرج كلها، بذر قطونه وعرقسوس ها وحلبه وصمغ عربي. واقسم بالله العظيم ان كان في ناس كتير داخله تعمل عمليات بيشيلوا القولون ويحطوا فتحه شرج على البطن كده، ناس كتير جت بدا القولون يفتح حقن شرجيه من تحت بالبن الساده وميوسلج من فوق، شهر شهرين ثلاثه القولون لحم، ما قطعناش ولا عملنا حاجه. تعالوا نتكلم بعد كده على اللو جريد والهاي جريد. طبعا عندنا كارسينوما، كارسينوما هي شايفين شكل الكريبس كبر ازاي وقفل خلاص، بعد كده بدا يعمل ميتاستاسيس يعني يدي شعاب بره. طبعا عندنا الورم، اي ورم في الدنيا، في ورم اوريجينال يعني الورم ده ظهر في الكبد اولا، ظهر في الامعاء اولا، في الرئه اولا، في البرين اولا، ده اوريجينال كانسر. لكن بعد شويه لما ينتشر عن طريق الليمف او طريق البلد على طول يدي بقى اعضاء. ايه هي الاعضاء اللي بتدي كانسر؟ شايف ده مثلا ميتاستاتيك، وقال ان هو كان الست دي عندها بريست كانسر ودخل على الكولون، صدق دي. اذا انا عندي اوريجينال كانسر يعني كانسر في مكانه، وكانسر بدا يضرب في الاعضاء المختلفه. طبعا كل كانسر له ديجريز، زي ما شفنا الديجريز بتاعت البريست كانسر، في عندنا ديجريز لكانسر موجود في اي جزء في الجسم. لو هو ادى جانب من الجسم وعدى الجنب الثاني ده السكند ديجري، لو عدى حاجز الحجاب الحاجز مثلا السير ديجري، لو ضرب في جسم كله ده الفورس ديجري. دي برضو تقسيمه من تقسيمات الايه؟ الكانسر. تعالوا نبص بعد كده، عدي ده. في عندنا دلوقتي بقت اسباب للكانسر، خلي بالك معايا والله، في اسباب. الناس بتاخد اسبرين كتير ونون استرويد، المسكنات كتير، مسكنات كتير ممكن تعمل كانسر. وفي ناس بتاخد استروجين حبوب منع الحمل وحقن منع الحمل ممكن تعمل كانسر، لارج ادينوما ممكن، خلاص ممكن تضرب الكولون، ممكن تضرب الكولون. يبقى انا قلت من الاول ان المسكنات الكتير مع الادويه
مع الدخان مع الحاجات التانية مع المراوح مع الحاجات اللي بتقتل العرق وتوقف المناعة تجيب كانسر على طول. تلحق نفسك ولا تستنى لغاية ما يقطعه في جسمك؟ بس أنا عايزك تاني بذكرك بالله، كتر الشير والإعجاب والجرس، عايزك تشترك في القناة بتاعتنا، منزلين المرة الجاية إن شاء الله أفلام رعب رعب كده عن البني آدمين. إن كنت قد أحسنت ففضل يا برحمتي، قل بفضل يا برحمتي فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون، وإن كنت قد أسأت فأستغفر الله وأرجو أن تنشروا هذا العلم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.